السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة مخصصة في التلخيص، يعني عندك فيديو أو عندك كتاب هتاخد مثلا 3 4 ساعات عشان تسمعه، لا هو هيلخصه لك، هيبدأ يديك التكست اللي موجود الخاص لك الموضوع، وممكن تسأله فيه لو أنت حابب. طيب خلينا نبدأ كده مع بعض بحيث إن احنا نقدر نعمل شات معاه. أنا عملت سيرش على Artificial Intelligence واختار مثلا الفيديو دوت، حاسس إن هو ده سم، تمام. كوبي لينك ادرس زي ما انتم شايفين المده طويله، وهارفورد سي اس 50. هدي له الفيديو الطويل دوت واقول له اعمل لي سمرايز، فهو هيبدا يشوف الكتابات اللي موجوده فيه ويبدا ان هو يعمل لي تلخيص ليه، وهنا بيكتب لي الكلام اللي هم قالوه. تقدر تنسخ الكلام كله او تنسخ اجزاء منه، فده بداية مبشرة. هنا بيقول لي الهايلايت، يعني في مثلا ممكن يكون في الاول في راجل بيقول كلام تعريفي، كلام عام بشوية، ده الكلام اللي عايزه، فاتجنبه وابدأ مثلا مديه رقم 7 مثلا، تمام. او انا في راجل فاهم دوت او مش مهتم بيه، فابدأ اروح للديه رقم 14 مثلا. ودي اهم النقط اللي موجودة. ممكن اقول له لا انا عايز الملف البي دي اف، ممكن اقول له اعمل لي تلخيص للفيديو، انا مش هقعد اسمع الوقت ده كله، انا عايز ملخص. بيعمل لي بقى ملخص هنا كده ظريف، بيقول لي هو بيتكلم عن ايه. ممكن تقول له طب اعمل لي مرة تانية، اعمل ايديت للكلام، انسخ للكلام. ممكن تعمل شير لو انت حابب لنوشن، لمارك داون، للفيسبوك، زي ما انت عايز. ونفس الكلام لو انت عندك برضو ملف، ده ملف انا كنت سألت عليه كده في اليوتيوب، لو انت عندك ملف بي دي اف تقدر ترفع الملف بي دي اف، هو يبدا ان هو يقراه ويبدا ان هو يديك الملخص بتاعه. دي فكره الموقع. ممكن تديله من اليوتيوب او من كورسيرا او من فيمو، سمارت تاب، اي موقع من المواقع ديت، هو يقدر ان هو يلخص لك الفيديوهات ويقول لك على اهم النقط اللي موجوده فيه. اتمنى الموقع يعجبكم. في حاجات كتير اهوت، مثلا بي دي اف سامر يبدا يلخص لك البي دي اف، يقدر يعمل لك مايند ماب، خريطه ذهنيه بقى. يعني خليني هنسخ الكلام ده كله وهاجي انا في الذكاء الاصطناعي اي اي مايند واقول له حاول ان انت تعمل لي مايند ماب، خريطه ذهنيه تلخص لي الموضوع دوت. فده السامري، هقول له بقى طب هات لي بقى المايند ماب، فيبدا يعمل لي خريطه ذهنيه يوضح لي ارتباط العناصر ببعض، اهم النقط اللي موجوده في المحاضره، تقدر تحملها عندك. فهو لخص لي فيديو وعمل لي خريطه ذهنيه ليه. ممكن برضو تديله صوره هو يشرحها لك، ممكن عندك ملف باوربوينت يبدا ان هو يعمله لك، ممكن لو عندك صوت يبدا ان هو يلخصه لك بودكاست، وهكذا. فهو مركز على موضوع ان هو يلخص المنهج العلمي.